تفعلين يا دوكوس؟ لا شيء، كنت أصلي لربي. تصلين؟ أم تتذكرين ذلك الأفاق الخائن الذي طعنني وغدر بي؟ اتركني وعد إلى تلك التي قضيت معها معظم الليل. إياك أن تحدثيني بهذه اللهجة، وإلا حق عليك عقاب الزوجة المتمردة. منحني حق الزوج كي تطالبني بواجب الزوجة. أنا لم أتخلى عنك أبدا يا دوكوس. لكنك تعاملني كما يعامل ولد شقي أمه. ليتك تحبني كما أحببت أختي ذات يوم.